اليوم في قرية الجو خرجنا كثوار وكناشطين في الريف الشمالي لحلب لنكون مع إخوتنا المعتقلين في سجون الأسد. خرجنا في اليوم العالمي الذي خصصته كل فعاليات الثورة للمعتقلين في سجون الأسد. مئات الألاف من المعتقلين مصيرهم مجهول، لا نعرف عنهم إلا ما ذكره لنا سيزر عبر الصور التي سربها لنا أو عبر قوائم الموت التي أخرجتها عصابات الأسد في الفترات الأخيرة. ألاف المعتقلين وصلت أخبارهم إلى أهلهم أنهم فقدوا الحياة. من حق أهل المعتقل أن يعرفوا مصيره، وأيضا لمن للمؤسسات الثورية أو المؤسسات السياسية الثورية، أين قضية المعتقلات من كل المفاوضات التي جرت عبر سلسلة أستاني وسلسلة جنيف؟ لماذا لم يتم إخراج ولو حتى معتقل واحد من المعتقلين بناء على مقررات هذه المؤتمرات؟ نحن اليوم نقف متضامنين في ذكرى المعتقل الثورة السورية، ونوجه رسالة إلى الأمم المتحدة وكل شخص يعتبر نفسه أنه وصي على الشعب السوري أن يكون ملف المعتقلين وحريتهم هو ضمن أولوياتهم، ونقول للأمم أننا نحن صوت كل من غيب صوته في سجون النظام، ونريد أن نعلم هل المعتقلين في سجون الطاغية سيبصرون النور أم سيكون مصيرهم القبور؟ اليوم بيوم معتقلين الثورة حبينا أن نطلع لنبين للعالم أنه نحن مع المعتقلين اللي في سجون الأسد، وأنه منا لسيانين شهدائنا الأحرار اللي استشهدوا في سبيل الحرية، ورح نضل ماضين على هذا الطريق لحتى نحقق النصر بإذن الله ونحصل على الحرية المطلوبة. وثمان سنين ما ملينا وبلا شيء، ورح نضل نطلع كل سنة ورح نضل نطالب حرية المعتقلين ونضل نترحم على شهدائنا، وكل يوم في شهيد وكل يوم في رحمة على الشهيد.